أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وتصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وتصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب. اللهم إنا عبيدك بني عبيدك بني أمتك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. يا ربي يا رحمن يا رحيم، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطيها من تشاء. اللهم أعطينا من فضلك ومن خيرك، وارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اقض عنا الدين واغنينا من الفقر. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح بدعوة ذي النون ما دعا بها عبد إلا استجيب له، نسألك بلا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إذا كنا من الظالمين، نسألك بلا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين، ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي يا ربي شبابنا وأولادنا، يا ربي شبابنا وأولادنا أصلحهم، يا ربي اجعلهم ذرية صالحة، يا ربي اجعلهم من ورثة الأنبياء والصالحين، اللهم اجعلهم نباتا حسنا، واجعل منهم ثمارا طيبة تؤتي أكلها كل حين. يا ربي يا ربي لا تجعل من أولادنا كفارا ولا فجارا، واجعل منهم مؤمنين صالحين دعاة إلى الخير وإلى الهدى. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم حبب إليهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسق والعصيان. اللهم يا رب أعنهم في هذا الزمان الصعب، اللهم يسر أمورهم وسهل واقض حوائجهم، اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدم إليكم هذا الفيديو من طرف قناة عالم بهيجة دين ودنيا، أتمنى أن يعجبكم وأن تستفيدوا منه. اللهم تقبل دعاءنا ولا ترده يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض. هدفنا رضات الله، هدفنا رضات الله والنفع. اللهم انفعنا في الدنيا وفي الآخرة.